السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبيبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة انا جايلكم في فيديو جديد ان شاء الله يعجبكم، وهو اعادة تدوير الحاجات القديمة اللي عندنا. بصوا انا عندي هنا اطواق بتاعة الشعار قديمة اهي، عندي 3 قدام. انا هعمل بيهم سورتيت، اعمل 2 سورتيت للشعر، وهعمل واحد طوق شعر عادي. طبعا الحاجات اللي عندي اللي انا بستعملها كلها قديمه، انا هعمله من توكه شعر قديمه عندي، توكه اهي، بس انا شلت الاستك بتاعها. مش ان انا هستعمل قماش او هشتري والحاجات دي كلها، لا، انا دايما لما بعمل اعاده تدوير بعمل اعاده تدوير لكل حاجه موجوده عندي، ما بشتريش حاجه اهو. والتوكه كمان دي توكه شعر اهي، انا هشيل الاستك بتاعها واوريها لكم ازاي. دي انا شلت الاستك بتاعها اصلا وقصتها، هوريكم هعمل الحاجات دي ازاي واعمل السورتي دي ازاي. عندي شريط ستان، عندي ورد انا عملته من الخيط الصوف، هوريكم بيتعمل ازاي دلوقتي. انا عملته بالقلم، قلم عملت بيه الورد، وعندي المقص، وعندي طبعا الخرز الصغير ده اللي هحطه هنا فوق الورد، هحطه بالشمع فوق الورد اهو. هبدأ اعمل معاكم الحاجة. اول حاجة انا عندي، انا هعمل معاكم دي الاول، دي التوكة دي اهي، هشيل الاستك اللي موجود فيها وهقصها اهو، انا هقصها على طول. المقص ده قديم انا بستعمله هو كمان للحاجات دي، لاستيك اهو ارميه. بص التوكه بعد ما انا شلت الاستيك اللي فيها اهو، مكان الاستيك ده هو اللي انا هحط فيه الطواقي القديمه بتاعتي دي. هوريكم انا هعمل ايه بقى دلوقتي. اول حاجه هربط دي بالشكل ده. عايزه تعمليها على اللون ده اعمليها، عايزه تعمليها على اللون ده المنقوش ده اعمليها. هربط كده قدامكم، لا انا عايزه اعملها على اللون الساده. ايوه اهو، بصوا انا اهو اظبطها بس. انا هعمل ايه؟ هاخد مثلا الطوق ده، انا هشيل الحاجات اللي فيه دي. خلاص انا فكيت كل حاجة حوالين الطوق، بصوا ده اللي كان حوالين الطوق اهو. هبدأ اعمل ايه؟ هدخل الطوق بتاعي مكان الاستيك اللي كان موجود في التوكة اهو. طيب انتوا دلوقتي هتقولولي طب هو كده مش هيدخل في الربطة اللي انا عاملاها دي، هنعمل ايه؟ المكان اللي هو داخل فيه ده انا هقص حتة صغيرة اهو، واطلع منها الطوق بتاعي، هي الطوق ادخلها تاني هنا، هقص برضو حتة من هنا من عند الاستيك اهو، وهدخل تاني اهو. تمام كده اهو، يبقى ده شكله. طبعا هلزق الحتة دي بس اظبطها الاول، وطبعا هقفل دي كده بالقماش من هنا ومن هنا كده بالشكل ده. الشمع
عشان ما تتحركش طبعا لحد ما اثبت. معايا الإبرة والخيط اهو، والخيط اهو، هبدأ ان انا اخيط الم الجزء ده. هقفله بس الأول. عايزاها تبقى بالشكل ده كده، همسكها بإيدي بحيث ان انا اثبتها اهو. دي لزقت برضو اهي. هقفل برضو ليه كمان كده بنفس الشكل اهو. انا خيطت الطرف التاني عندي اهو، اهو الطرف ده كمان اهو. حاول طبعا اعمل له اي زينة كده من الجنب. شوف لو مثلا اعمل له الوردة دي، هوريكم الوردة دي بتتعمل ازاي مع الوردة دي كده كده اهو. بس طبعا اوريكم ازاي. تجيبي قلم اهو، ومعايا الخيط كمان اهو. امسكي حطي طرف الخيط هنا، بتثبتي الخيط على اخر القلم من هنا، وتنزلي تاني وتفضلي ماسكة كده. بعد كده تربطي اهو، طبعا حسب مقاس الوردة اللي انت عاوزاها. عاوزاها صغيرة اعمليها مثلا 30، عايزاها كبيرة اعمليها 50 لفة كده. بصوا اهو، انا لسه ماسكة طرف بتاعها اهو. بعد كده هعمل ايه، ثبت بس دي اهو، هقص اشيل الطرف بتاعي ده وافضل ماسكاه في ايدي اهو. هنزل انزل لحد ما اخرجها من القلم، بس ده افضل ماسكه الطرف ده من هنا ومن هنا اهو. شد كده على الاخر كده، اربط شيل طبعا الزيادة دي. لسه في طرف بسيط كده اشيله عشان ما يبقاش باين. اهي الوردة بتاعتي اهي، عندي احطه هنا اهو. ده شكل الوردة بتاعتي.
طبعا انا ما كنتش كملت الورد اللي انا عاملاه كله، هحط له. طبعا انا خلصت الورد اللي عندي كله اهو، حطيت فيه اللي هو الخرز الابيض اهو، بقى كله شبه الورد اهو. وطبعا دي الالوان اللي عندي، هي عارفه انها مش لايقه شويه على الطوق، بس هظبطها ان شاء الله يطلع جميل. هلزق الوردة هنا اهو، واحدة كمان هنا، اللون البني اهو، واحدة كمان هنا، خلي بالنا طبعا من المسدس الشمع كده. انا خلصت السورتيت اللي عندي اهو، جميل جدا اهو. طبعا انا في عندي طوق تاني، ده الطوق اللي هو ده اول واحد. طبعا التاني انا هعمله بالاسود، بس انا هعمل معاكم الاول الستان، هعمل معاكم اخر واحد بالستان و ورق الفوم. اهو بصوا، طبعا اللي هتعمل بطوق زي ده، طبعا في بوز هنا ما ينفعش حتى لو اتعمل بالستان، الستان خفيف جدا فممكن يعور ورا ودننا. فانا هعمل ايه، احط شمع هنا، بصوا اهو تمام، دي ستان عريضة شوية، هم ان احنا نداري الجزء ده اهو، هقص الجزء ده، الباقي هبدأ بقى كده هلف الشريط على الطوق كله اهو. حط هنا حاجة بسيطة كده، شمع تمسك الستان بتاعي. طبعا هخلص الطوق كله، انا خلصت وعملته بالستان، لفيت حوالي الستان كله اهو. هاخد القلوب دي هلزقهم تحت بعض كده بالشكل ده، الشمع كده. دلوقتي انا خلصت الطوق اللي عندي اهو بقى بالشكل ده، ان شاء الله يعجبكم. وكمان عملت التوكة السوداء اللي كانت موجودة عندي في الاول اهو، عملت بيها صورتي التاني اهو. وده طبعا اللي عملته معاكم، وده كمان حبيت اوريهولكم، دي برضو توكة اهو، ودخلت الطوق من هنا، هو الطوق من هنا اهو قديمة، عملت لها فيونكة اهو، ان شاء الله يعجبكم.
طبعا الحاجات اللي انا بعمل بيها، انا بعمل بامكانيات عاديه جدا وامكانيات موجوده في البيت، وما اشتريتش حاجه، كلها حاجات قديمه موجوده عندي. ده خيط قديم موجود، ودي توكه قديمه موجوده، ودي برضو توكه قديمه وتوكه قديمه والطوق قديمه، وبرضو ورق الفوم قديم، انا ما اشتريتش ورق فوم اهو. جربوهم ان شاء الله يعجبوكم. ما تنسونيش طبعا في الشير واللايك والسبسكرايب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.